السلام عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم هي عمليات اللحام. عمليات اللحام باستخدام الانصهار. اللحام الانصهار هو عملية ربط الأجزاء الميكانيكية أو المعدنية مع بعضها باستخدام الانصهار المعدني الأساسي لصنع اللحام. الأنواع الثلاثة الرئيسية لعمليات اللحام بالانصهار هي كما يلي: أولا اللحام بالغاز، لحام الأوكسستيلين، ثانيا لحام القوس، لحام القوس المعدني أو لحام القوس بالغاز تنجستن، لحام القوس المعدني بالغاز، لحام القوس بالبلازما، لحام القوس بالقلب المصهور، لحام القوس المغمور. أيضا وأخيرا عندنا اللحام بالكهرباء. النوع الثالث من اللحام هو اللحام باستخدام أشعة عالة الطاقة، مثل اللحام باستخدام الشعاع الإلكتروني، كذلك اللحام باستخدام شعاع الليزر. بالنسبة لعملية اللحام باستخدام الكهرباء، هي لا يوجد بها قوس، لكنها تضاف إلى عملية اللحام بالقوس الكهربائي لتسهيل مناقشته. Power density of heat source. طبعاً power density، حتى ناخذ عليه مثال، ممكن استخدام هواء حار نسلط على قطعة من الفولاذ المقاوم للصدى بقدرة 1.5 كيلو وات. راح نشوف إنه الطاقة راح تنتشر على المساحة بمقدارها 50 ملم. ومتابعة التسخين راح نشوف إنه هذه القطعة راح تسخن تدريجيا ولكنها لن تذوب. طبعا باستخدام القوس راح يكون تركيز الحرارة على مساحة أقل، يبلغ قطرها حوالي 6 ملم. ويمكن بسهولة إنتاج المساحة المطلوبة لعملية اللحام، بحيث يتم تركيز الباور دينسيتي على مساحة صغيرة جدا، وهذا ما يحدث في عمليات اللحام. طبعا كل عمليات اللحام هي راح تستخدم باور دينسيتي خاص بها. عندنا يعني عمليات اللحام بالغاز أو القوس أو الشعاع ذات الطاقة العالية. طبعا راح تختلف كثافة الطاقة المطلوبة للتسليط على المساحة المراد عملية اللحام فيها، كما موضح في الشكل رقم 2.1. كلما زادت كثافة الطاقة باور دينسيتي لمصدر حرارة، راح نشوف ان التأثيرات على القطعة المراد اللحام فيها، حيث يتم تسخين الجزء الذي تتعرض له مصدر الحرارة، لكن يجب ان يكون هذا المصدر يعني من الحرارة غير كبير، بحيث يؤدي إلى اختلاف القطع المراد اللحام فيها، وممكن أن تؤدي إلى عمل الثقوب إذا كان درجة الحرارة عالية جدا، بحيث يتبخر جزء من المعدن، وهذا أيضا من العيوب الغير مرغوبة في عملية اللحام. وبذلك أنه يجب أن نحافظ على عملية نقل الباور دينسيتي المطلوبة أثناء عملية اللحام لإكمال عملية اللحام. من مزايا زيادة power density يكون عمق اللحام أكبر وسرعة اللحام أعلى، بالإضافة إلى وجود لحام أفضل مع تلف قطعة العمل أقل، كما هو موضح في الشكل 2.1. أيضا يوضح الشكل 2.2 أن قوة اللحام من سبائك الألمنيوم تزداد مع انخفاض الحرارة الداخلية لكل وحدة طول من اللحام، لكل وحدة سمك لقطعة التي يجري عليها اللحام. يوضح الشكل 2.3a أن التشوه الزاوي أصغر بكثير في لحام الأشعة الإلكترونية منه كما عن اللحام في القوس بالغاز تنجستن. طبعا من الديز أدفانتج أو المساوئ في عملية استخدام اللحام بالليزر والإشعاع الإلكتروني إن كلفتها عالية، كما هو موضح في الشكل 2.3b. لاحظ الشكل 2.1 هو التغييرات في الحرارة الداخلة إلى القطع المراد لحامها مع الباور دينسيتي أو هيت سورس في كل الحالات، لحام الغاز أو لحام القوس الكهربائي أو هاي إنرجي بيم هولدنج، كما يوضح الشكل إنه في الغاز هولدنج كل
كلما قلت الباور دينسيتي مع زيادة الهيت انبوت تو سورس راح يؤدي إلى increase damage to work bases. أما الشكل رقم 2.2 فيوضح التغيرات الحاصلة في قوة اللحام مع الحرارة الداخلية لكل وحدة طول للحام لكل وحدة سمك لقطعة التي يجري عليها عملية اللحام. أما الشكل 2.3 فيوضح المقارنة بين عمليات اللحام. الشكل A يعطينا التشوه الزاوي، بينما الشكل B يعطينا الكلفة أو كلف المعدات المستخدمة في عملية اللحام. Types of joint and welding position. الشكل 2.4 يوضح تصميم الجوينت عند اللحام في عملية اللحام انصهار. عندنا كما واضح في الشكل A البات جوينت، B اللاب جوينت، C تي جوينت، والدي ايدج جوينت، والاي كورنر جوينت. عندنا يعني 5 أنواع أساسية الجوينت عند اللحام عند تصميم اللحام. أما الشكل 2.5 يوضح لنا إنه الكروس سكشن ونماذج مختلفة من اللحام، كما أن الشكل رقم 2.6 يعطينا 4 أوضاع لعمليات اللحام. نلاحظ الشكل 2.5 راح يعطينا نماذج مختلفة للجوين عند اللحام، كما هو موضح بالشكل، فإن سمك اللحام يختلف حسب الحاجة إلى عملية الجوين بين قطعتين عند اللحام. كما أن الشكل 2.6 راح يعطينا 4 مواقع مختلفة للحام، اللي هي A الفلات، والبي الهوريزونتال، والسي الفيرتيكال، والدي الأوفر هيد. أوكسي ستيلينج ويلدينج ذا بروسيس. عملية اللحام بالغاز هي عملية صهر وربط المعادن بواسطة تسخينها باستخدام الفليم، بحيث يتم إنتاج هذا الفليم من تفاعل بين الغاز الوقود والأكسجين. لحام الأكسجين والأستيلين الموضح بالشكل 2.7 هو أكثر عمليات اللحام بالغاز استخداماً نظراً لارتفاع درجة حرارة الفليم. يمكن استخدام الفلكس لإزالة الأكسدة وتنظيف المعدن اللحام، حيث يصهر الفلكس ويصلب ويشكل الخبث الناتج على معدن اللحام. يوضح الشكل 8.2 3 أنواع مختلفة من الفليم في لحام الأوكسستيلين، اللي هي الناتشرال ريديوسينج والأوكسيدايزينج، والتي سيتم وصفها بعد ذلك. الشكل 2.7 يوضح عملية اللحام بواسطة الأوكسستيلين. الشكل A هي عملية اللحام بشكل كامل استخدام غاز الأكسجين وغاز الأستيلين. أما الشكل B فهو تكبير لمنطقة اللحام، حيث يوضح المعدن المنصهر بواسطة اللهب. 3 type of flame. A natural flame. يشير هذا إلى الحالة التي فيها خلط الأكسجين والأستيلين بكميات متساوية وحرقها عند طرف مشعل اللحام. طبعا يتكون من اللي هي short inner cone and longer outer. يميز flame natural flame. The inner cone اللي هو راح يحدث في عملية الاحتراق الأول من خلال تفاعل كيميائي بين الأكسجين والأستيلين، كما هو موضح بشكل 2.9. تمثل حرارة هذا التفاعل حوالي ثلثي الحرارة الكلية المتولدة. تتفاعل منتجات الاحتراق الأولي اللي هي CO والH2 والO2 من الهواء المحيط، وتشكل CO2 والH2O. هذا هو الاحتراق الثانوي الذي يمثل حوالي ثلث إجمالي الحرارة المتولدة. تسمى المنطقة التي يحدث فيها هذا الاحتراق الثانوي بـ
بالغلاف الخارجي، يطلق عليه أيضا غلاف الحماية، لأن الـ CO والـ H2 هنا يستهلكان الأكسجين الداخل من الهواء المحيط، وبالتالي حماية معدن اللحام من الأكسدة. بالنسبة لمعظم المعادن يتم استخدام الـ Natural Flame. الشكل 2.8 يوضح ثلاثة أنواع من الفليم في لحام الأكسستيلين: الشكل A Natural Flame، والشكل B Reducing Flame، والشكل C Oxidizing Flame. وجميعها موضع فيها الـ Inner Cone التي يحدث فيها الاحتراق الأول. أما الشكل 2.9 فيوضح التفاعل الكيميائي وتوزيع درجة الحرارة في Natural Oxystylene Flame، حيث نشاهد الـ Inner Cone التي يحدث فيها تفاعل بين الأكسجين والغاز الستيلين ليحدث الاحتراق الأول، وبعد ذلك يحدث الاحتراق الثانوي في الأوتر إنفلو. كما نشاهد أنه Temperature Distribution داخل الفليم. Reducing Flame عند استخدام كمية إضافية من الستيلين، فإن اللهب الناتج يطلق عليه Reducing Flame. هنا يكون احتراق الستيلين غير تام، وبالتالي فإن الستيلين المتبقي بين الـ Inert Cone and Outer Inflow راح يقلل من الفليم كما موضح في الشكل 2.8b. هذا النوع من الفليم يفضل استخدامه عند لحام الألمنيوم، لأن الألمنيوم يتأكسد بسهولة، كما أنه جيد عند استخدامه عند لحام الفولاذ عالي الكربون الذي يطلق عليه أيضا كاربورايزنج فليم في هذه الحالة، بسبب الأكسجين الزائد ممكن أن يتأكسد الكربون عند يكون غاز CO اللي هو أول أكسيد الكربون الذي يسبب نفاذية في معدن اللحام. C Oxidizing Flame، هنا راح يتم استخدام أكسجين أضافي لكي يصبح اللهب مؤكسدا بسبب وجود الأكسجين الغير محترق. في هذه الحالة راح يتم استخدام Short Inner Cone كما موضح في الشكل 2.8. هذا النوع من اللهب يفضل عند لحام الإبراز بسبب أكسيد النحاس الذي يغطي الولد الذي يمنع الزنك من التبخر من الولد. Advantage and Disadvantage، الميزة الرئيسية لعملية لحام الأكسستيلين هي أن المعدات بسيطة ويمكن حملها وغير مكلفة، لذلك فهي ملائمة عند استخدامها في التصليح والصيانة. ومع ذلك فإن محدودية الباور دينسيتي راح يؤدي إلى سرعة اللحام تكون منخفضة، وبالتالي فإن الحرارة الداخل لكل وحدة طول من اللحام مرتفعة إلى حد ما، مما ينتج عنهم مناطق كبيرة متأثرة بدرجة الحرارة العالية، وبالتالي تشويهها تشويها شديدة. لا يصيب عملية لحام الأكسستيلين عند لحام المعادن التفاعلي مثل التيتانيوم والزركونيوم بسبب قدرتها المحدودة على الحماية ضد ميتال آرك ويلدينج. The process Shielded Metal Arc Welding هي عملية صهر وربط المعادن وأصل تسخينها باستخدام الكترود عن معدن كما موضح في الشكل 2.10، وغالبا ما يطلق عليها Stick Welding. يكون الكترود مربوط بأحد طرفي مصدر الطاقة، ويتم توصيل قطعة المعدن المراد لحامها للطرف الثاني لمصدر الطاقة كما وضح في الشكل 2.10a. يكون داخل كور الالكترود سلك، هذا السلك يقوم بتوصيل التيار الكهربائي إلى القوس، وبالتالي يوفر المعدن خلال عملية اللحام. أما بالنسبة لتلامس الكهرباء، يكون الجزء العلوي من السلك اللي هو قطره 1.5 سم مكشوفا وممسكا بحامل القطر. حامل القطر طبعا
هنا راح يكون هو بالأساس مشبك معدني مع غلاف خارجي معزول كهربائيا ليضمن أن يكون اللحام آمنا. تتسبب حرارة القوس في أن ينصهر السلك والفلاكس عند طرف القطب كقطرات كما في الشكل 12 بي. يتجمع المعدن المنصهر في الولد وول ويتم تجميده داخل معدن اللحام. من ناحية أخرى فإن المعدن الخفيف سوف يطفو على البول سيرفيس ويتم تجميده داخل طبقة الخفف في الجزء العلوي من معدن اللحام. الشكل 12 في شيلدد ميتال ارك ويلدينج الشكل A اللي هو يمثل لنا العملية بشكل كامل. هنا راح يكون عندنا الباور سورس الكترود والورك بيسز بالإضافة إلى كيبل 1 كيبل 2. أما الشكل B فهو تكبير لمنطقة اللحام حيث يوضح لنا الميتال دروبليت بالإضافة فلكس دروبليت والكور واير والفلكس كفرنج والغازز شيلد والارك والسلاج والولد ميتال. السؤال والاستفسار عن اي طالب يمكن التواصل مع استاذ المادة على رقم الموبايل الظاهر على التليجرام او كلاس روم. كود موجود امامكم ممكن ارسال اسئلة للتواصل مع استاذ المادة. شكرا جزيلا.